السلام عليكم أعزائنا المشاهدين، أحييكم أخوكم أبو الرهف. اليوم موضوعي يعني بصراحة لازم أحكي على موضوع مهم كلش، وهو موضوع أسوأ مونديال شفته بحياتي، أسوأ نسخة شفتها بحياتي هي نسخة مونديال 2018. للأسف يعني ما اعرف المنتخبات هاي ايش صار بيها، المنتخبات العالميه ليش هيك دا تسقط وحده ورا الاخ، ليش هاي الاخفاقات؟ هذا كاس العالم اللي كنا احنا نتمتع بيه، نستمتع بلعبهم، بلعب المنتخبات العالميه اللي سقطت بهذا المونديال بهالسهوله وهالانهيار السريع هذا المفاجئ. يعني ما اعرف شنو اللي دا يصير بالكره عالمية، شنو اللي دا يصير؟ يعني كل ما نرجع بالزمن تكون الكرة أحلى، الفن أحلى، حتى يعني كل شي حلو. كل ما نرجع بالزمن اللي ورا، كل ما نتقدم شو كل شي دا يسوأ. عود عبالنا بس بوضعنا بالعراق، عبالنا بس وضعنا بالتاريخ الرياضة العراقية، يعني عبالنا بس الرياضة العراقية بالوضع الحالي هي سيئة، طلعت العالم كله دا يسوء من سيء إلى أسوأ. يعني ليش هاي الفرق؟ شنو يعني اكو مؤامرة على هاي المنتخبات العالمية اللي كان لها شنة ورنة بكأس العالم، واللي كانت هي محلية كأس العالم، والمنتخبات اللي كان ما لها اي دور وما لها، ما اريد انتقص من اي منتخب، لكن هاي منتخبات ارجنتين، برتغال، اسبانيا، البرازيل، يعني ذني مقدمة المشجعين العالميين، الجمهور العالمي يشجع بالأولوية يشجع هاي المنتخبات. يعني وين صار الأرجنتين؟ هذا وضع الأرجنتين، هذا وضعه، هيجي كان الأرجنتين، هيجي كانت البرازيل، هيجي كانت إيطاليا، هيجي كانت إسبانيا، هيجي كانت البرتغال. يعني الله يرحم رونالدو، زيدان، و ومالديني وتوتي وباتستوتا، هذول اللي كانوا هم محلين كأس العالم، ولويز فيجو، روي كوستا، قبلهم مارادونا وبيليه يعني ما لحقنا على ذيك الحقبة. لكن يعني ما اعرف شنو اللي دي يصير، ما ادري، اكو مؤامرة على هاي المنتخبات. يعني بصراحة كأس العالم ما له اي طعم من سقطة هاي المنتخبات، بصراحة يعني انهيار سريع ومفاجئ وصدمة لكل الجمهور العالمي. يعني تريد لك منتخب يعني له تاريخ، ظل ماكو، هاي بس في فرنسا، واليوم يجوز هاللعبة ما راح تسقط وتوقع وتطلع. يعني بعدين هاي اللي يقولون عليهم هسه نجوم العالم ميسي وكريستيانو، زين قبل نجوم العالم كانوا مو بس بفرقهم يبدعون، كانوا يبدعون بالبداية بمنتخباتهم، بعدين بالأندية اللي يحترفون بيها واللي يقبضون منها ملايين الدولارات. اشو هسه تجارب كل شي صارت، يعني حتى اللاعبين ما عندهم ضمير، من يلعب منتخب وطني ما تشيله غيره وما تشيله ضمير وما تشيله حمية مثل ما يلعب ويا نادي يدفع له مليارات الدولارات. يعني ليش يعني السالفة بيها فلوس؟ المفروض انت هذا بلدك ترفع راسه. يعني هاي بس كريستيانو جاب بطولة ابطال اوروبا وبالقوة، قوة مروة. يعني هاي قبل نجوم العالم رونالدو، زيدان، كانوا البطولات هيجي بجيبهم كاس العالم بجيبهم ويحطوه. يعني ليش هيجي؟ يعني المفروض هاي نجوم العالم المفروض تشتهر منتخبات اكثر ما تشتهر بالاندية اللي يورقوا لهم ملايين الدولارات بيها او مليارات الدولارات. يعني بصراحة موضوع أني خلاني أحكي لأنه من حرقة قلبي بصراحة. يعني مشجع أرجنتين مو على مود ميسي ولا على مود برشلونة، صح أشجع برشلونة وميسي، لكن الأرجنتين اللي معزة خاصة يعني لها بقلبي، لأنه يعني الأرجنتين أني يعني عمري تقريبا 6 7 سنين وكنت أتفرج على باتيستوتا وفيرون من كانوا يلعبون، وحبيت الطوبة بسبب الأرجنتين، وكانت شرايط الفيديو اللي كان والدي الله يرحمه كان يتفرجها على مارادونا وبيليا، وهاي هم حبيت الارجنتين والبرازيل، بس اكثر شيء الارجنتين انا حبيتها، لا على مود برشلونه ولا مو من جمهور هالوقت، والله على مود ميسي، والله على مود لاعب اشجع منتخب، لا انا يعني من زمان يعني، لكن انا مقهور على كل الفرق صراحه مو بس الارجنتين.
حتى البرازيل مو مثل ذي، مو ذيك البرازيل اللي كنا نعرفها. على العموم احنا نتمنى ان شاء الله يحسنون ادائهم، يحسنون وضعهم، واعتقد هي هاي مؤامرة على المنتخبات، ما اعرف، او احتمال هي هاي الكرة كل ما تتقدم بالتكنولوجيا والزمن نفسية اللاعبين دا تتغير، المهارات دا تقل دا تضعف، يعني هواي امور بصراحة. بس انا اشوف انه نرجع بالزمن نصير شفنا احلى واجمل نسخ مونديال كأس العالم، واعتقد من هسه من هالسنه والاربع سنين الجايه والنسخ اللي جايه راح تكون بعد أسوأ وأسوأ، ربما راح نترحم على مونديال اللي هو هسه 2018 بدنا نشوفه سيء. واني اسف على الاطاله، وتحياتي لكل الجمهور العالمي والعربي والعراقي، وشكرا لكم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.